خلينا طالما فتحنا ملف يعني الدوري الانجليزي نروح لمانشستر يونايتد والاداء المتراجع برضو. وجهة نظرك ايه؟ ناس كان عندها امال، قال خلاص كريستيانو داخل هيبقى فيه يعني رؤية تانية خالص يعني، او مستقبل تاني خالص لمان يونايتد، لكن اللي حصل عكس كده. كل الكلام في مانشستر يونايتد المدرب سولشاير، يعني من الواضح ان هو يعني مش قادر يوصل للمرحلة ان هو يبقى مسيطر بشكل كامل على الفريق فنيا. سولشاير اعتقد بقى له 3 مواسم مع مانشستر يونايتد، ما فيش يعني الفريق ما بيتغيرش، حتى لما بيصعدوا النهائي اليوروبا ليج الموسم الماضي جم في ركلات الجزاء والامور ما يعني ما حالفهمش التوفيق. الفريق مانشستر يونايتد من الانديه اللي بتصرف فلوس كتير جدا في كل ميركاتو، ولكن ما اعرفش ايه فكرتهم في ان هم لسه متمسكين بسولشاير. هو ده اعتقد هو ده المشكله الابرز في مانشستر يونايتد، لان لما يكون فريق فيه كريستيانو رونالدو وبوجبا وجايبين سانشو عندهم راشفورد ويعني الفريق وبرونو يعني فرقه متكامله جدا دخيه. ما هو نفس الكلام برضو كابتن ايمن ينطبق الى حد ما من غير ما نطلع بره الدوري الانجليزي بس مؤقتا وهنرجع له مره ثانيه. برضو باريس سان جيرمان يتقال عليه نفس الكلام وميسي يتقال عليه نفس الكلام. الحقيقه من ساعه انتقال ميسي وكريستيانو رونالدو كل واحد فيهم للفريق اللي هو معاه حاليا، كتير جدا من الناس كانت بتعقد الامال على ان احنا هنتفرج بقى على ولعه مع كل المباريات اللي بيشارك فيها يعني الثنائي ده، ومع ذلك ما حصلش لاضعف الايمان ما حصلش للدرجه المتوقعه. يمكن الفرق بس بين باريس ومانشستر ان باريس سان جيرمان يقدر يسيطر يعني كدوري. هو خسر مثلا امبارح ولكن هو متصدر بفارق من النقاط، فالسبوت كله عليه اوروبيا، وحتى الان هو اوروبيا لما كسب مانشستر سيتي الامور ايه يعني هديت شويه. ولكن في مانشستر يونايتد المشكله ان اداء الفريق اوروبيا ومحليا يعني مش غير يعني النتائج في الدوري هو بيتعادل اكثر من مباراه، في اوروبا بيكسب اخر مباراه بصعوبه وكان خسران اول مباراه امام يانج بويز في يعني خارج ملعبه. فالامور مع مانشستر يونايتد يعني مش كويسه، بنتكلم ايه في حجم المتاح للفريق يعني.